هي عدة رشقات، ليست رشقة وحيدة. المقاومة الفلسطينية تؤكد أن هذه الرشقات الصاروخية تأتي ردا على سلسلة الغارات واستهداف الجيش الإسرائيلي، استمراره في استهداف المنازل المدنيين والأبراج والمباني السكنية. الآن هناك حديث عن قصف منزل في منطقة العطاطرة شمالا، وقد شهدنا اليوم هناك مزيد من الرشقات الصاروخية تطلق باتجاه ربما مدينة عسقلان والمدن في شمال القريبة من شمال قطاع غزة. واضح عشرات الصواريخ ربما تطلق. نرى مزيد بالفعل، هي رشقات كبيرة وتطلق أيضا كذلك القبة الحديدية كما يقول الزملاء، ويمكن مشاهدتها بالفعل تعترض أو تسعى لاعتراض هذه الصواريخ. الكثير من الصواريخ ربما يدخل إلى أو يصل أهدافه، لكن هناك أيضا صواريخ تعترضها القبة الحديدية. هناك تكتيكات أعلنت عنها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس والعديد من فصائل المقاومة الفلسطينية. المزيد من الرشقات تطلق الآن، هي رشقات عنيفة ومكثفة، ويمكن تمييز بعض أصوات هذه الصواريخ أنها صواريخ بعيدة المدى. الآن محاولة من القبة الحديدية اعتراض هذه الصواريخ. هناك أيضا مزيد من الغارات الإسرائيلية.